صلى الله عليه وسلم عندما سئل متى وجبت لك النبوة قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. هذا حديث صحيح وطبعا ليس له علاقة بالخرافة الشائعة، ليس للحديث علاقة بالخرافة الشائعة التي تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول مخلوق، ليس بالكتاب بل ولا في السنة أن الرسول عليه السلام هو أول مخلوق، بل إن القول بأن الرسول عليه السلام هو أول مخلوق مصادمة للبديهة العقلية، لأنه كيف يكون أول مخلوق من كان جده آدم عليه الصلاة والسلام؟ فبين هذا الذي يقال فيه إنه أول مخلوق وبين آدم مئات الأجداد، ثم يكون أول جده من الأعلى آدم فيكون الحفيد الحفيد لآخره هو مخلوقا قبل جده الأكبر. هذا معناه كما يقال أن ندع العقول ونتكلم بما يخالفها، ولذلك يضطر بعض الناس إلى تأويل هذه الأولية إنما يقولون الرسول عليه السلام أول خلق الله، فتأتيهم هذه البديهة العقلية وترد هذه الخرافة فيتأولون الجملة، لأنه ليس المقصود أنه مخلوق ببدنه وأنما مخلوق بروحه، فيأتي هذا الحديث ويبطل هذه الدعوة أيضا، لأنه يقول كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. أما حديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فهذا حديث موضوع لا أصل له، والصحيح هذا الذي أورده الحافظ الكثير كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، فالرسول صلى الله عليه وسلم كتب نبيا، كنت نبيا معناه كتب نبيا وآدم بين الماء بين الروح والجسد، أما خلقه فهو كخلق البشر كلهم، وما ذلك إلا التحقير بمثل قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن الله اصطفاه بنبوته ورسالته أولا ثم خصه بمعجزات وآيات كثيرة ثانيا، فهو مع ذلك كله لا يخرج عن كونه بشرا كما نص في الآية وأمره بذلك بيانا لهذه الحقيقة، قل إنما أنا بشر مثلكم، ثم جاءت السنة لتزيد الآية وضوحا، فقال عليه الصلاة والسلام في قصة سهوه في صلاة الظهر حينما صلاها خمسا إنما أنا بشر مثلكم، جاء هنا بالمثلية إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيتوا فذكروني. فإذا هذا الحديث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ليس له علاقة بقولهم إنه عليه الصلاة والسلام أول خلق الناس،